كان ما يستقطبون بعض الـ مع الرئيس اللي هو شباب، بعض فئة من الشباب مثلا خلينا نقول هم اللي منحرفين، خلينا ناخذ اللف، ما كانوا يستقطبونهم. انا كنت رئيس مجموعات معينه، 5 مجموعات، فانا استقطبت هاي المجموعه اللي على قولتهم المنحرفين، انا كنت ابيهم وياي في مجموعات ان انا راس دي المجموعات كامله، فصارت مجموعه سارسه. زين، انا الحين كلمتهم راح الرئيس المركز ونائب رئيس المركز ورئيس المجموعات الثانيه، يعني قال لي عبد الله انت ليش تدخل ذلين قاعد تخرب الباقي 5 مجموعات؟ فانا قلت لهم طالما انا مسؤول عن المجموعات اذا صار شيء انا اتحمل مسؤوليه. فلذلك انا مثلا ضفت على المجموعات بند معين ان الكل مثلا يحفظ صوره الواقعه وكلهم يسمعون لي انا شخصيا حق ما يكون في اي تلاعب او اي شيء من هذا القبيل. وفي نهايه المطاف دون يعني على اساس ما ننسها في الكلام، نهايه المطاف او نهايه المركز الصيفي، المجموعه الوحيده اللي سمعت لي بعد صلاه الفجر صوره الواقعه كامله هذه المجموعه المنحرفه. وانا قلت حق الرئيس انه يجب تكريم لهم خاص حق هاي الفئه. ليش؟ لان انت لازم تستقطب، ما تستبعد عنهم، لان اللي بيختار برا المركز او داخل المركز.